انت سرعه الانتشار هي كبيره. يوميا راني نستقبل عشرات المرضى، عندما يعني نبعثهم باش يديروا التحاليل 9 على 10 من المرضى يخرجوا ايجابيين، وبالتالي لازم تحطوا يعني نتمنى انكم يعني تحطوا نفسكم ولو دقيقه في يعني في المكان تاعنا، لانه شيء غير سهل. انا تاني عندي عائله، انا تاني عندي والدين، انا تاني والدي عندهم امراض مزمنه، حتى انا نخاف على والدي، حتى انا نخاف على نفسي. راني من شهر فيفري 2019 ويعني لا ازكي على نفسي، انا راني شخص واحد من بين كل عمال الصحه. من فضلكم من فضلكم، الناس تقول لك مانيش نقدر نستعمل كمامه واحده، انا استعمل كمامتان وليست واحده. وفي ظل الحر الشديد وفي ظل هذه الفتره العصيبه، حتى اللبس تاعي راني ما نلبسش هكذا كل يوم، راني عندما اذهب الى العياده اغير اللبس تاعي تدري كله. صدقوني حراره درجه حراره لا يعني لا تستطيعون تصور يعني الظروف اللي رانا نخدموا فيها. رانا نخدموا في ظروف صعبه، عندنا عامين ما ديناش العطل، عندنا عامين وحنا نجاهدوا كل يوم، رانا نشوفوا اشخاص احبه يعني مرضى نعرفوهم تبعوا عنا سنوات، نسمعوا بهم بلي راهم ماتوا او صرا لهم حاجه. من فضلكم جميعكم عندكم والدين، جميعكم عندكم عائله، جميعكم تخافوا عليها. من فضلكم من فضلكم من فضلكم، الوقايه الوقايه الوقايه، التباعد الاجتماعي، استعمال الكمامه، استعمال المعقم، تجنب الاعراس، تجنب التجمعات. اللي ما يستطيعش باش يستعمل الكمامه ما يحملهاش يجلس يلزم بيته. انا هذا ما اطلب من الجميع، لا تستطيع ان تلبس الكمامه اجلس في بيتك، الزم بيتك، ولذلك لتحمي عائلتك، لانها الوقايه هذه مسؤوليه الجميع، ليست مسؤوليه الطبيب ومسؤوليه الصحفي، مسؤوليتنا جميعا. والتلقيح راه موجود الحمد لله، اللقاح راه متوفر في كل الفضاءات العموميه والمستشفيات، ماذا بنا جميع الناس تقوم بعمليه التلقيح. دكتوره فايزه خلفاوي، كانت هذه رسالتك، رساله قويه، نتمنى ان شاء الله ان تصل الى كل المواطنين، الى كل من يتابعنا، حتى كما قلت كلنا مشاركة إيجابية وفعالة للحد من انتشار الوباء خاصة في ظل هذه الظروف. فشكرا جزيلا لك على كل ما ساهمت به معنا في عدد اليوم، ونجدد لك التحية ولكل الأطقم الطبية وكل الفاعلين في القطاع الصحي، نشد على يديكم وأعانكم الله وبالتوفيق إن شاء الله حتى نمر بأخف الأضرار على هذا البلد الطيب المبارك وعلى كل مواطنين. أنا بدوري جديد. أشكركم وأتمنى يعني أنه رسالة تصل، وأتمنى أنه ربي يقدر العمال الصحة خاصة الجنود اللي راهم في الميدان، لأنه مش سهل، رانا في وضعية يعني حرجة. نتمنى أنه جميع المواطنين يلتزموا بهذه الإجراءات حتى إن شاء الله نجتاز هذه المرحلة الصعبة. كل تحية والتقدير لكم مشاهدي الأكارم، هذا البرنامج يتواصل معكم ولكن بعد هذا الفصل القصير. سلام، معكم أخوكم جلال. أنا بحمد الله خذيت الجرعة الأولى من الفاكسان، ونصيحتي لكم بسيطة، راكم تشوفوا في العدد راه تاع لي كونتاميناسيون راه كل يوم يزيد، معناها رانا في حالة خطر، وكاين كثير منا ماهمش واعين. ربي يجيب الخير إن شاء الله. أنا ننصحكم باش ديروا الفاكسان، الحاجة الوحيدة اللي تسلكنا من لا ريسبيراسيون ارتيفيسيال ومن لا ريانيماسيون الإنعاش هو الفاكسان. دونك اللي عندهم خاصة الأمراض مزمنة ماذا بنا ديروا الفاكسان. ليزانستيتيسيون كامل، المستشفيات، لي بوليكلينيك، وحتى بعض المساجد الكبار راهم يستقبلوا في الناس باش يديروا الفاكسان. اللهم ارفع عنا هذا البلاء إن شاء الله يا رب العالمين. ما تنساوش الفاكسان سي تري تري امبورتون. سلام. بالتلقيح ضد كوفيد 19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم. موسيقى
نرحب بكم مشاهدينا الأكارم في دائما هذا الصباح، ومن بين المواضيع التي نطرقها وحرصا من البرنامج على فتح المواضيع التي تتماشى وخصوصية هذا الفصل، إذ في هذا الفصل بالذات يقبل المواطنون على استعمال مستحضرات التجميل عن أهميتها وعن الطرق السليمة والصحية لاستعمالها، و نتكلم أيضا على المضاعفات الجلدية التي قد تحدث عن نتيجة سوء استعمال هذه المستحضرات، عن هذه النقاط وغيرها ستفصل لنا فيها الدكتورة نبيلة بوزيدي بعد هذا الفاصل القصير. كما قلنا، ضيفة البرنامج الدكتورة نبيلة بوزيدي المختصة في طب التجميل. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، مع الخير. شكرا لك على قبول دعوتي البرنامج. إذن بالضرورة نفتح هذا الموضوع، موضوع المستحضرات، مستحضرات التجميل، خاصة كما قلنا في هذه المرحلة، مرحلة الصيف، حيث يقبل المواطنون بالضرورة أيضا على استعمال هذه المستحضرات. بداية، أهمية هذه المستحضرات، هل في أهمية صحية؟ هل من الضروري أن نستعملها، أم أنه ليس بالضرورة ولكن تستعمل في حالات معينة؟ هي الحاجة الأولى اللي يعني حابة نهضر عليها، هي المستحضرات التجميلية ماشي غير في الصيف، يعني أمام الشمس اللي تضر بصحة البشرة تاعنا، الشمس هي أول عدو للبشرة تاعنا، والشمس تاعنا احنا رانا في بلد يعني فيه شمس، رانا ولينا عندنا الشمس كاع العام، ما ماشي غير في الصيف، هما بزاف ينساو بلي مام في الشتاء لازم نحميو البشرة تاعنا كيما في الشتاء كيما في الصيف، بالك في الصيف نزيدو شوية أكثر، بصح الحماية لازم تكون كامل العام. هذه النقطة الأولى اللي حابة نهضر عليها بزاف، يعني ما كاش فرق سورتو في بلادنا، ما كاش فرق بين صيف وشتاء، الشمس مضرة بالصحة تاع البشرة تاعنا. دوكا فيما يخص المواد التجميلية، كيفاش لازم الحاجة الأولى الانتقاء تاع المواد التجميلية لازم يكون في أماكن يعني مخصصة لها. أنا الحاجة الأولى اللي نقولها، لي برودوي تاعنا لازم نشروهم لا فارماسي، سورتو في البشرة تاعنا. البشره هي حاجه الاول، سورتو الفيزاج تاع مراه ولا راجل، يعني الوجه ديالنا نقابلو به هو الاول، هو المراه تاعنا، الحاجه الاولى اللي تبان فينا، ثم تبان اسكو رانا نتهلاو فيها ولا لا. وعام يعني في جينيرالمون المراه ولا راجل كي يكون عنده مشاكل في البشره تاعو ما يكونش مليح، زعما تقيسنا من في الحاله النفسيه، الحاله النفسيه في الشخصيه، في الثقه بالنفس. ثم لازم نعطيو لها اهميه كبيره كبيره بزاف للمواد التجميل تاعنا. دونك هذه تاع باش نشرو من برا ولا من الطواب اللي نشوفوهم برا، ولا حوانت تاع كوزميتيك، ولا ما لازمش تنصحينا بذلك؟ انا لا انصح بهذا يعني بتاتا، جو بريفير في لا فارماسي نشريوهم، خاطرش عندهم هما كيفاش يجيبوهم، كيفاش يخزنوهم، طريقه التخزين تاع الحفظ اكزاكتومون بزاف مهمه جدا، يعني تسمى ما يحطوهمش قدام الشمس، ما يحطوهمش قدام درجات عاليه تاع الحراره، وهذا يخليهم يقعدوا مده اطول. دونك هذه الحاجه الاولى، من المستحسن نشريو لي برودوي تاعنا عند اون فارماسي. هل الجميع معني باستعمال مستحضرات التجميل، ام انه هي رغبه خاصه، ام اصحاب البشره الحساسه، يعني هل فئات خاصه؟ هي نورمالمون كامل النساء ورجال، ما رجال ما راهمش ما نحوهمش من الحساب، خاطر بشره ما كاش تاع راجل ولا تاع مراه. بصح في النساء كاينين، هما دوكا كاين مستحضرات لكل فئه عمر، يتسمى من 18 سنه ل 25 سنه عندهم مستحضرات تاعهم، من 25 نقولوا 30 35 عندهم مستحضرات تاعهم، ومن بعد الكبار من 35 وطلع عندهم ثاني المستحضرات. تسمى لازم الوحده تبدا العنايه بالبشره تبدا من عمر صغير، باش ما نلحقوش من بعد، باش ما يلحقوش التكك ولي زانجيكسيون اللي معظمنا ما نحبوهمش، ما احنا الاطباء ما نحبوهمش، ماذا بينا نقعدوا بلوس في حاجه طبيعيه ما نلحقوش للتكك. هنا كنت اود ان اسال عن طبيعه هذه المستحضرات، يعني عموما وغالبا هل هي مصنوعه من مواد كيميائيه ام مواد طبيعيه؟ ما هو موجود في السوق على كل حال، وكيف تؤثر مباشره على الجلد؟ يعني
هي كاين نوعين، كاين بين زوج الانواع تاع المستحضرات، كاينين الطبيعيه ما نلقاوهمش بزاف، تالمو كاين هذاك المستخلصات الاوليه قلال بزاف نادره ما نلقاوهمش، واللي يبيعوهم بزاف غاليين، تما صعيبه باش نلقاو. المشكل ماشي غير في ماشي غير في الغلا، هي في التوفر اكزاكتو. تما اللي رانا نلقاوهم دركا في لي فارماسي سي دي برودوي كيميك، صح بالصح، جازوا على فحوصات، وجازوا على مخابر، جازوا على دراسات، وجازوا على اطباء جلد، يعني منظومه صحيه راهي ما تخليهمش يجوزوا هكذاك برك، ثم ما يضروش بالصحه، او كونترير هما حين يحميو البشره تاعنا من كاع هاد لي زاغريسيون تاع برا، التلوث والشمس، هادو هما الزوج اعداء تاع البشره تاعنا. نعم دكتورة بوزيدي، لو نتحدث الآن عن الاستعمال السليم والصحي لهذه المستحضرات، هل تستعمل مرة في اليوم؟ يعني طريقة وضعها، طريقة نزعها، هل هناك أنتم كأطباء تنصحون بطرق سليمة لاستعمال هذه المستحضرات؟ الحاجه الاولى اللي ننصح بها هي مراقبه تاريخ صلاحيه تاع المستحضر ابتداء من استعماله، يتسمى كي نبداوه من غير فتح العلبه، من فتح العلبه ما نقدوش نخلوها عام وهي مفتوحه، ميم ولا الاستهلاك كاتبين لنا باللي مازال لها عام، بصح حنا فتحناها خلاص هي عام، هما ممكن تكون مغلوقه، هذا الشيء بزاف يصرى يجيو منه من وراه مشاكل. تسمى لازم اشهر ماشي اكثر من 6 شهور نقولوا، يعني حنكون واسع عموما 6 شهور من اللي فتحنا العلبه ما نزيدوش نستعملوها اكثر، هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، المستحضرات ماشي خطره واحده في النهار ونقولوا خلاص، وكاينين عده يعني انواع من المستحضرات، دوكا الا رانا نهضروا على التجميليه تما مكياج، ولا اللي تحمي كيما الواقي من الشمس، الواقي من الشمس يتعاود كل زوج سوايع ساعتين على مدار السنه ماشي في الصيف، وفي الصيف نورمال نزيدوا عليه زعما شابو، ولا ما لازمش نكونوا قدام الشمس ديريكتومون، بصح هذا كل زوج سوايع على بشره لازم تكون نقيه نغسلوها. نزع الاولى ووضع الثانيه، كاين يقول لك نزع الاولى ووضع الثانيه، بصح كي نكونوا برا غير ممكن، وين راح نلقاو كل زوج سوايع مكان باش نقدروا نحيوها ونعاودوا نديروها، معليش نقدروا نديروها من الفوق، كل زوج سوايع المهم نعاودوا نديروها. ديجا هذه راهي صعيبه باش يديروها بزاف، الوغ ما نقولش نحيوها، هي هذه ايديالمون هذه حاجه مثاليه، بصح صعيبه باش نلحقوا لها. كاين دوكا بزاف نتا يخدموا يخرجوا كامل النهار وراهم برا، كي يعاودوا هاكو زوج سوايع رانا ملاح فيها. نعم بالاضافه من غير هذه النصائح، هل هناك طرق اخرى لاستعمال طرق اخرى يعني اللي باش نحافظ عند دخول البيت؟ الحاجه الاولى هي الغسل الثاني، كاين بزاف اللي يجيب لهم ربي نغسلو غير صباح، الغسل اللي يصرى نورمالمون مرتين في اليوم، هذه على الاقل نغسلو صباح باش نحيو كاع واش خرج من البشره تاعنا في الليل، ونغسلو العشيه باش نحيو كاع واش دخل للبشره تاعنا في النهار من تلوث، من مكياج، من بزاف حوايج، مع دوكا مع لابافيت لان نديروها ثاني، كاين بكتيريا تم يقعدوا على البشره تاعنا، تما لازم نغسلو ميم كي ندخلو، هذه النظافه، هذه الحاجه الاولى لا باز لازم نبداو بها. ومن بعد عندنا روتين، هي قد ما تكون الشخص مراه او رجل يكون عنده روتين قد ما مليحه، ثم يحكم برودوي اذا خرج عليه والاطباء والطبيب تاعو قال له هذا مليح ليك يخرج عليه، يقعد يكمل به، ماشي مليح بزاف نبدلو اكيد. نعم البرودوي يخرج عليك كمل به، بصح لازم المداومه كل يوم، العشيه عندنا روتين تاعنا والصباح عندنا روتين تاعنا. نعم أكيد على مستوى الشواطئ تستعمل كثير من المستحضرات، قد تصاب البشرة بحروقات، حتى نتفادى هذه الحروقات كيف يمكن أن نستعمل هذه المستحضرات؟ هناك من يشريها بطرق عشوائية على قارعة الطريق، يضعها بطرق عشوائية، كيف يمكن أنتم كأطباء كيف تنصحون حتى نتجنب ربما كما قلنا الحروق التي قد نتعرض لها بطريقة عن قصد عن غير قصد؟ هي عامة في غالب الأحيان عن غير قصد، هي الحاجة اللي قلت لك لازم نشريوها من الفارماسي، هذه حاجة مهمة، خاطرش باش يكون علبة محطوطة هكا في الشمس نشروها من الطريق ما على بالناش كيفاش لحقت لهذيك البلاصة، شحال عندها وهي إكسبوزي للشمس،
هذا خطر على الصحه وما نقدروش نلعبوا بالبشره تاعنا. ومن بعد عملك يتطلب وقت كبير ومجهود واموال وباش نقدروا نعاودوا نسترجعوها. ويا ربي كاين وين حالات ما نقدروش ما نسترجعوهم. يتسمى الحاجه الاولى ما نشروش هكذا على الطرقات، لازم نشرو ولازم نشوفوا كاين منتوجات تجوز على رقابه تسمى مكتوبه، نلقاو مكتوب فيها لازم قراءه المكونات في البوطه تاعهم. وهي مناسبه كل بشره وعندها مستحضراتها مكتوب دوكا على بال كلش راهو مكتوب، ما فارماسي يقدر يجاوب. مكتوب بشره دهنيه، بشره جافه، بشره ميكس يعني مختلطه، مكتوب كلش. ومن كي تصرا رياكسيون تسمى الحاجه الاولى اللي تبان على البشره لازم نحبسوا البرودوي. ما نقولش لا لا نزيد نسييه غدوه ونشوف. المره الاولى درت البرودوي تاعي او كونتاكت مع البشره تاعي ما خرجتش عليا، نحبس ما نزيدش عليه. معليش ما نكونوش ريناه غالي، نحبس نمدو ولا نخليه نرميه وما نعاودش نستعمله. وثاني كاين حاجه التقليد، التقليد ماشي مليح. ماشي انا باسكو بنت خالتي تقول لي هذا البرودوي مليح هاي الخرج عليا لازم انا ثاني نديرو. كل واحد عنده برودوي يخرج خصوصيات تاع البشره تاعو وحنا كاع مختلفين والبرودوي يخرج عليه. ماشي ما لازمش هذه التقليد، ما لازمش نشرو هكذا من برا برك. ولازم حنا ثاني كي نفتحوا قلنا البواطه ما نقعدوش بها عوام واعوام. نفتح العلبه تاعي نستعملها كل يوم نورمالمون تخلاص، ما ديباسيش هي اصلا ما تقعدش 6 شهور. واذا قعدت لي 6 شهور معناتها مانيش نستعمل فيها كل يوم، معليش 6 شهور نرميها خلاص. ما هي الامراض الجلديه التي قد تنتج عن سوء استعمال المستحضرات الطبيه دكتوره؟ سوء الاستعمال يعني الحاجه الاولى هي اللي نشوفها اون كونسلطاسيون بزاف 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 هي لاكني ولي سيكاتريس بزاف. يخرجوا الحبوب ويقيحوا ويولوا بيضاء، ماما انا نشوفهم كامل هكذا الحب احمر ولا بيض هكذا كيقيح. ما نفسيا ماشي مليح، ما نقدروش نعيشوا بحاجه كيما هذه كل يوم. اون بلوس بلا النفسيه يوجع على المستوى الجسدي، حاجه توجع راهي هكذا معمره وكاين بكتيريا توجع. اسم هذه هي الحاجه اللي انا ما نحبهاش بزاف اللي تنتج على سوء استعمال المستحضرات. ونبطاو بزاف باش نعاودوا نحيوهم. وكان يفوتوا يخليوا دي سيكاتريس وخلاص يفوتي يقعد في البشره صعيب شويه باش نحو. هو يطلب من بعد اموال اكثر من هذاك المنتوج لو كان شريناه في لافارماسي كان راهو ما درناش كاع هاد الخسائر. لو نتكلم الان ايضا عن نقطه مهمه دكتوره، هو ايضا في بعض الاحيان يقع الافراط في استعمالها. ربما نحن نقول في فتره الصيف حتى نحمي الجلد حتى نحمي البشره، فاذا به نقع في يعني في الافراط، نجد استعمال اكثر من مستحضر اكثر من ماده في نفس التوقيت ونخلطهما مع بعضهما البعض. كأطباء تنصحون بذلك لا تنصحون؟ لا يعني من وقع في هذا الامر كيف لا يتصرف؟ لا انصح بها وهذه نقولها. قلت لك كيما علاش قلت لك مقبل ما لازمش نخلطوا ما لازمش نبدلوا ثاني اصلا برودوي ما نبدلوهش وما نديروش بزاف لي برودوي على مره. كاينين البشره ما تطلبش كامل هذا، هي اشهارات في الصح في الصح اشهارات باش يقول لك نسحق وما عارف ما نسحقش. انا 20 مستحضر في النهار، من وقتاش البشره تاعنا تسحق كامل هاد لي برودوي؟ ما نسحقوش. عندنا غسول، لازم الغسول يكون ذو جوده عاليه باسكو هو الصح، هو اللي حينحي كاع واش كاين في البشره حاجه اللي ماناش مرغوب غير مرغوب فيها. تسمى الغسول هذا لازم يكون مهم، الحمايه الواقي من الشمس هذا ثاني مهم جدا، والترطيب. ابار هذوما الثلاثه هما الاساسيات تاع البشره ونقدروا نخلطوهم مع بعض. هما اصلا يحطوهم فيهم مكونات تتماشى مع بعضها. ابار هذو الثلاثه ما عنديش علاش ندير اكثر من هكذا بزاف. ابخي كل بشره وعندها خصوصياتها والمشكل تاعها نعالجوه على حساب هذاك المشكل. لازم تكون خبير يقدر يقول لها المراه هذه واش لازم تزيد. بصح هذو الثلاثه يمشوا مع بعض، اكثر من هكذا بزاف. باش ندير ثلاثه واقي تاع شمس ثلاثه انواع علاه؟ وشنو هي الفائده؟ عندي مرطب ندير ثلاثه انواع ولا اربع انواع من المرطب وشنو هي الفائده؟ حنرطب اكثر علاه؟ هاي تسحق الكمية تاعها تديها وخلاص دون الحاجة إلى الإكثار من الاستعمال. لو نتحدث عن نقطة مهمة، لو أردت أكيد دكتورة نتحدث عن ضرورة التوجه إلى دائما المستحضرات الطبيعية كما قلت على ندرتها. هل توجد بعض الخلطات المستحضرات التي تعد داخل البيوت دكتورة تنصحين بها وضرورة استعمالها لتفادي كل المضاعفات؟ كاينين خلطات طبيعية إن لم تنفع لا تضر دكتور. صح نعم. هي إن لم تنفع لا تضر، مثلا كاين اللي تضر. كاين بزاف اللي يديروا خلطات يديروا فيها القارص الليمون، وهذه حاجة ما ننصحش بها. سوختو حنا في حنايا عندنا البشرة تاعنا ما عندناش بزاف البيوضة بزاف، يعني البشرة تاعنا بزاف نبرونزي تسمح نولي أوني بغون حنا على باز في بلادنا. يتسمى هذاك القارص يزيد يكحل
وبزاف ما على بالهمش، يقول لك ندير القارص باش نبيض، هو او كونترير القارص نبيض كي نقعد في الدار، بصح غير تقيسني الشمس وانا دايره القارص نكحل نكحل، وحنكون ضريت الصحه بزاف، ضريت صحه البشره تاعي بزاف بزاف. ثم نقول القارص نحيوه. كاين العسل، العسل هذا معروف في كلش يعني ما بناكلوه، ولا العسل مليح للبشره تاعنا، ولي غوماج هادو ما تاع زعما السكر، القهوه التلو هذيك تاع القهوه مع السكر والعسل، هادو ما ينصح بهم، ينصح بهم صح ماشي بزاف، ما لازمش نزيدو بزاف على الحد ديالنا، نقولوا خطره في 15 يوم، وحده اللي ما تكونش موالفه ديرها خطره في شهر برك، وحده اللي موالفه وعندها بزاف مشاكل في البشره تاعها وحابه تنحي هكا من الفوق ديرها خطره في 15 يوم، ماشي كل يوم وماشي خطره في السمانه، ومن بعد هي تولي تعرف البشره تاعها كيفاش راهي ترياجي تتجاوب على هاد تتجاوب مع هاد الخلطات، وتشوف شافت خرجت عليها تكمل على نفس المنوال، ما خرجت عليها تحبس. نعم دكتورة، أكيد أنك متابعة لما هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب، كل يعني يوم أو يومين إلا ويظهر أناس وكأنهم مختصون يقدمون هذه الأشياء، مستحضرات أو خلطات سواء كانت محلية أو عالمية، أنت كيف تنصحين من يتابعنا الآن للتعامل مع هذه الوصفات؟ هل ضرورة الأخذ بها، عدم الأخذ بها، هل يعني ضرورة استشارة الطبيب قبل استعمالها؟ لأنه في كثير من الأحيان قد يتحمس خاصة عندما يذهبون إلى النتيجة مباشرة، يجدون النتيجة مبهرة وجميلة، ولكن لا نعرف حقيقة المكونات، كيف تنصحين في التعامل مع ما هو موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي يعني سلاح ذو حدين، نعم. هي كاينين بزاف ناس ما متمكنين، ودوكا كاين ما من اطباء، انا وحده راني ناشطه على مواقع التواصل الاجتماعي، كاينين اطباء دوكا على المواقع، يتسمى ماشي نقدروا المعلومه ولات سهله، نقدروا نلقاو المعلومه، انا جو ريبوند على الميساج، وماشي غير انا، كاين بزاف اطباء جلد مختصين ويحطوا وراهم في المواقع ويجاوبوا، ورانا نديروا تحسيس ونديروا توعيه ونقولوا المعلومه، يتسمى راهم يلقاوها كي اللي يحب يلقى يلقى. حاجه واحده اخرى، كاينين اللي يعرفوا تسمى كيما لي زيستيتيسيان وكامل، ما نقولش بلي ما يعرفوش، مختصين في البشره صح ماشي اطباء، صح يعرفوا ثاني. الوحده ما لازمش تتحمس بزاف، ما لازمش تشوف هذوك لي فوتو افون ابري، كاينين اللي صح بصح كاينين اللي ماشي صح، منها لازم تسقسي الناس اللي راحوا صح عند هذا الخبير، اسكو صح عندهم نتائج، وتجرب بصح ماشي وحدها في الدار، انا لا انصح تجربة هذا وحدنا في الدار، باسكو البشره تاعنا تاعي وتاعك ماشي كيف كيف، ما نقدرش نقول لك حاجه خرجت عليا ونقول لك هاك ديرها بلا ما نشوف بشرتك واش تستحق. بالضبط دكتوره نبيله بوزيدي المختصه في طبي التجميل، شكرا جزيلا لك على كل ما ساهمت به، نتمنى إن شاء الله أن تجد هذه النصائح أيضا القبول عند متابعينا حتى نتفادى ربما ما لا يحمد عقباه، خاصة كما قلت فيما يتعلق بالوجه أو البشرة بصفة عامة، فشكرا جزيلا لك. شكرا لك، موعد لاحق. أدعو مشاهدي الأكارم أو نذهب مباشرة إلى غرفة الأخبار، بعد ذلك نعود لنواصل معكم برنامج هذا الصباح، فابقوا معنا. تمام التاسعة، موجز لأهم الأخبار. بداية، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة وفاة، فيما تمثل 812 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة، والتي تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. دوليا، وفي الشأن الفلسطيني، استشهد فتى فلسطيني مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في مشادات مع جيش الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله. يشار أن ما لا يقل عن 300 فلسطيني أصيبوا بجروح في مواجهات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، رفضا لإنشاء بؤر استيطانية جديدة ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
في الملف أو في ملف البيئة والمناخ، أخفق وزراء البيئة والطاقة لدول مجموعة العشرين مساء أمس بنابولي الإيطالية في التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص المناخ بعد تحفظ كل من الصين وروسيا والهند على تحديد الاحتباس الحراري في حدود مستويات لا تتجاوز درجة ونصف قبل آفاق العام 2030، زيادة على خلافات حول وقف تمويل الوقود الباطني وغلق مراكز الفحم قبل العام 2025. في الهند هلك 76 شخصا في هطول أمطار طوفانية أدت إلى انجرافات أتربة وفيضانات بولاية مهارشترا غربي البلاد. هذا وأحصت السلطات فقدان 55 شخصا وإصابة 70 آخرين، فيما تم إجلاء الآلاف من قراهم أو عن قراهم وبلداتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة عمليات البحث والإنقاذ. حذرت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث أسبوعي لها من احتمال تجاوز الإصابات بكورونا عتبة 200 مليون حالة خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت الحالات بالمعدل ذاته، إذ ارتفعت حالات الإصابة الأسبوعية بحوالي 490 ألف حالة رغم الجهود المبذولة لتوسيع التطعيم في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية. هذا وسجلت كل من أندونيسيا والمملكة المتحدة والبرازيل والهند والولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال موجة الحرائق مستمرة في كل من كاليفورنيا ونيفادا جراء الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة غير المسبوقة، في وقت تم فيه إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم إلى مناطق آمنة لتفادي خسائر بشرية، فيما يتوقع خبراء المناخ ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة خلال الصائفة بسبب التحول المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري. رياضة الآن وكرويا، استعاد شباب الوزداد كرسي الصدارة بفضل فوزه على نجم مقرى بهدف لصفر مستغلا سقوط وفاق سطيف في عين مليلة بهدفين لهدف واحد، في حين ترسم البطولة سقوط شبيبة سكيكدا إلى الرابطة الثانية إثر خسارتها ضد مولودية الجزائر بثلاثية كاملة لصفر. بمناسبة إجراء أمس مباريات الجولة 33 لرابطة البطولة الرابطة المحترفة الأولى، وجاءت نتائج باقي مباريات هذه الجولة على الشكل التالي: أهلي برج بوعريريج 0، وداد تلمسان هدف، شبيبة الثورة هدفان، أولمبي أشلف هدفان، سريع غليزان هدف، شبيبة القبائل لا شيء، أولمبي المدية ينهزم في عقر داره أمام نادي بارادو بهدفين لهدف واحد. من جهته اتحاد الجزائر يفوز على اتحاد بسكرة بهدفين لهدف واحد، فيما اتحاد بالعباس يتغلب بهدف دون رد ضد نصر حسين داي. هذا وانتهت مقابلة مولودية وهران أمام شباب قسنطينة بالتعادل سلبي 0 لمثله. رياضة دائما، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيعرف اليوم الأول من منافسة الألعاب الأولمبية من الجانب الجزائري دخول الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة لغمار الحلبة أمام توريسو نوف سانجار من أوزباكستان لحساب الدورة 16، في حين سيبدأ سيد علي بودينا وكمال أيد داود في التجديف، أما الرياضي حمزة منصوري وعز الدين العقاب في الدراجات سباق على الطريق. هذا وسيكون أكرم بونابي في المبارزة أمام الياباني كايتو سترايتس، فضلا عن لاعب تنس الطاولة العربي بورباح أمام المجري بانس ماجوروس في الدوري الأول فردي، وهدى شعبي في الرماية. وفي تصفيات اختصاص البندقية هواء مضغوط 10 أمطار.
وكانت الألعاب الأولمبية قد انطلقت أمس في حفل افتتاح محدود غابت عنه الجماهير، وجرى الحفل في ظل قيود مشددة للحد من انتشار جائحة كورونا. وتشهد الدورة الأولمبية تنافس أكثر من 11 ألف رياضي في 300 نفترق على هذه الصور الرائعة لحفل الافتتاح لنلتقي مجددا مع موعد النشر الإخبارية في تمام الساعة 10 صباحا. إلى اللقاء. هذا الصباح مباشرة من الجزائرية الإخبارية يتواصل معكم في ساعته الثانية. مشاهدي الأكارم، يشرف بأعينكم ويتهدى إلى أنفسكم العديد من الفقرات والأركان لازلنا سنعرضها عليكم فيما تبقى من وقت هذا البرنامج. وقبل ذلك يلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف الإعلامي حمى المهدي، مدير مواقع إلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوية. صباح الخير سيدي. صباح النور. أهلا وسهلا، شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. الأكيد أنكم تابعتم ما تم الإعلان عنه على أن الأجهزة المغربية تتجسس على عدد من الصحفيين وكبار المسؤولين عبر العالم، كيف قرأتم ذلك؟ صباح الخير لك ولكل الشعب الجزائري الشقيق والمشاهدين الكرام، وعيدك مبارك سعيد. هذه العملية وهذه الفضيحة المدوية التي هزت العالم خلال هذه الأيام الأخيرة يعني ليس بالشيء الجديد، فتاريخ النظام المغربي في تجسس هو قديم. نحن نعرف أن المخزن المغربي ساعد الكيان الصهيوني في التجسس على الغمة العربية التي استضافها عام 1965، مما ساعد إسرائيل التي حصلت على كل تسجيلات السرية لكل ما دار في تلك القمة العربية من تحقيق هزيمتها للجيوش العربية في عام النكسة في 1967. إذن اليوم يختلف الزمان، ولكن تستمر هذه الممارسات المشينة واللا أخلاقية لنظام المخزن المغربي بالتجسس على النشطاء السياسيين وعلى النشطاء الحقوقيين وعلى الإعلاميين وعلى حتى المؤسسات وعلى الأحزاب. وهذه العملية طالت أيضا الدول المجاورة بمساعدة وتعاون مع الكيان الصهيوني الذي وقع مع نظام الاحتلال المغربي عديد الاتفاقيات في مجال الأمن السيبراني وفي مجال البرمجيات الجوسسة. هذه الفضيحة كما شرط مدوية قالت أيضا مناضلين صحراويين ونشطاء حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، وطالت الرئيس الفرنسي ماكرون، وطالت مؤسسات كبيرة تعنى بمجال حقوق الإنسان. إذن هذه الممارسات المغربية هي تعكس أنه نظام مارق وأنه نظام متمرد على القيم وعلى الأخلاق وعلى الشرعية الدولية. والخطير في الأمر سيدي الكريم هو أن يستمر هذا النظام الملكي المغربي في هذه الممارسات العدائية دون اتخاذ أي إجراءات من لدن المجتمع الدولي أو من لدن الأمم المتحدة أو من لدن يعني المنظمات الدولية في التصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم العالميين وتفتح الأبواب على مصراعيها أمام انتهاك خصوصيات الأفراد والدول والمؤسسات والأحزاب. إذن نحن أمام وضعية خطيرة وأمام حرب جديدة غزيرة بوسائل حديثة تستهدف الأمن وتستهدف السلم الإقليمي والدولي بهذه الممارسات. وارتمال النظام الملكي المغربي في أحضان الكيان الصهيوني هذه يعني أولى نتائج هذه العملية البشعة. نعم، شكرا لك الإعلامي حمى المهدي، مدير مواقع إلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوي، على ما تفضلت به. وفي نفس السياق دائما نتابع هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل محمد سليم حمادي، بعد ذلك نعود.
Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc. Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des six jours. Alors, tout commence en 1965. On est. لم يكن مدعوا، لكنه كان أبرز الحاضرين يومها على أجندة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني. العام 65 يتأهب الزعماء والقادة العرب لعقد ثالث أكبر قمة عربية بالدار البيضاء المغربية. القضية لا تحتمل التأجيل، وجيش الكيان الصهيوني يزحف على فلسطين، وصار مرتزقته من جحافل شتيرن والأرغون على مشارف حدود عديد الدول العربية. أياما قليلة وقبيل موعد انعقاد القمة، فريقان من الشنباد والموساد التابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلية يصلان إلى نفس الفندق المقرر أن يعقد فيه الزعماء العرب قمتهم. هنا تذكر عديد وسائل الإعلام بما فيها تلك الحليفة لنظام المخزن أن عناصر المخابرات الصهيونية اتخذت من الطابق الأخير مركزا للاتصالات السرية، المهمة التجسس على مجريات أشغال القمة. لم يكن ذلك سوى بترخيص من ملك البلاد الذي كان مرتبكا ومتوجسا، وكذلك يكون حال كل من يقبل على الخيانة. لأجل ذلك تطوع الحسن الثاني بنفسه لنقل تفاصيل مجريات ما كان يدور خلف أسوار قاعة الاجتماع حرفيا. فور انتهاء القمة كانت التسجيلات قد طارت إلى عاصمة الكيان الصهيوني. هناك وظفت المعلومات توظيفا دقيقا. اندلعت حرب الأيام الستة، وكانت النتيجة صادمة للعرب. جيوش عربية مكشوفة أمام الجيش الصهيوني ومزيدا من الأراضي المغتصبة. إنها وبكل ألم النكسة العربية، بطلاها وبكل بساطة شريد صهيوني سفاح وعميل مغربي. نكسة أوجعت العرب من المحيط إلى الخليج، فيما صار الحسن الثاني أو مفتاح إسرائيل كما يصفه الصهاينة أنفسهم بطلا بعمالته. حان وقت المكافأة، ولأن التاريخ سجل ويسجل أن العملاء والخونة يبيعون الغالي بأبخس الأثمان أو بلا مقابل حتى، وفي كثير من الأحيان فإن المكافأة الصهيونية لملك باع أمة بأكملها لم تخطر حتى على بال العدو. الساعة الرابعة عصرا العام 65، العاصمة باريس تزهو بنفسها كواحدة من عواصم الغرب الداعمة للحرية والانعتاق من الاستبداد. في واحد من أحياء المدينة كان يقطن المعارض المغربي المهدي بنبركة، واحد من أبرز رموز النضال الحقيقيين ضد الاستثمار الفرنسي، وذي شعبية جارفة في المغرب ومعارض شريف لمخزنها. لم يكن بنبركة الغالي على قلوب المغربيين وأحرار العالم يعلم أنه مكافأة الموساد لمن تصفه عديد المراجع التاريخية بالخصم غير الشريف. تعددت إذن خيانات المخزن لذويه وذي القربى، وصار حكامه يجهرون بالسوء والعمالة. خيانات تنكشف بمرور الأيام وتسقط معها عديد الأقنعة، ولعل أسوأها تورط نظام المخزن في واحدة من أكبر جرائم التجسس اهتز على وقعها العالم، واهتزت معها علاقات المملكة بدول العالم وما خفي. نرحب بكم دائما في هذا الصباح الذي يواصل دائما في الذي نواصل من خلاله دائما في عرض خدماتنا، ومن بين نقول خدماتنا ومن بين المواضيع التي نقترحها عليكم، إذ وتزامنا وفصل الصيف ومن أجل تشجيع السياحة الداخلية، مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة وتحت شعار الصيف في بلادنا يجمعنا حافلة الشواطئ للعائلات والشباب، هي مبادرة منها لاكتشاف شواطئ الجزائر، ولنتحدث أيضا عن باقي النشاطات للديوان الوطني الجزائري للسياحة. للحديث عن هذا وتحت ركن الخدمات العمومية نستقبل السيد مصطفى مخلوفي بعد هذا الفاصل القصير.
السيد مصطفى مخلوفي المكلف بالإعلام على مستوى مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة، صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح النور سيدي المحترم، يومكم مبارك إن شاء الله وعيدكم مبارك إن شاء الله، وشكرا على الدعوة لنا ولكم، وشكرا لك على قبول دعوتي البرنامج. إذن الديوان الوطني الجزائري للسياحة لأكيد في فصل الصيف أعد برنامجا ثريا للترويج للتعريف بالسياحة الداخلية. بداية لما نتحدث عن هذا البرنامج ثم نأتي إلى آخر البرنامج الذي أنتم بصدد التحضير له، فلتتفضل مشكورا. شكرا سيدي، صباح الخير المتابعين الكرام، صباح الخير سيدي. طبعا قمنا بعدة برامج كون مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة من تحظى بأهمية كبيرة في تطوير السياحة الداخلية، وتحت إشراف السيد وزير السياحة وتبعا لتوجيهاته قمنا بعديد من البرامج الخاصة بموسم الاصطياف لموسم لسنة 2021. قمنا ببرامج خاصة بالعائلات بالشباب الطلبة والأفراد، قمنا بكراء منازل شقق مخيمات صيفية، قمنا أيضا بتقديم عروض للعائلات خاصة بالفنادق. أكيد، هل على أي مستوى كانت هذه الخدمات؟ يعني على مستوى الولايات، على مستوى الشواطئ، أين كانت الوجهة، أين توجه الجزائريون بكثرة عندما قدمتم هذه العروض؟ يعني استغلينا هذا الموسم، قدمنا العروض تشمل كل الشريط الساحلي، من فنادق كما سبق وقلت، من فنادق، مخيمات صيفية، شقق، يعني وفرنا للمواطن للمصطف كل الشروط اللازمة حتى يتسنى له الاختيار. جميل، ما هي طبيعة الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني الجزائري للسياحة من ناحية الفنادق، من ناحية الأسعار، من ناحية الوجهات؟ يعني احنا نقدم كما هو معروف مؤسسة الديوان الوطني الجزائري تقدم أفضل الأسعار حتى يتسنى للمواطن استغلالها وحتى يتسنى له، يعني احنا نقدم أفضل الأسعار، يعني كما نقولوا أقل مما هو موجود أقل في من السوق. هو موجود في السوق يعني. يعني نحن نتوجه مباشرة إلى الفنادق وكل الهياكل، نجيب أفضل الأسعار باش نقدموها للزبون حتى يتسنى له الاستغلال. قضاء عطلة ممتعة بأقل التكاليف. لو نتحدث الآن عن برنامج حفلات الشواطئ للعائلات والشباب، طبيعة هذا البرنامج، ما الذي ستقدمون فيه؟ هي طبعا لتوجيهات السيد وزير السياحة وفي إطار تشجيع السياحة الداخلية، طبعا قمنا بتوفير هذه الحافلات للعائلات وللأفراد وللطلبة أيضا، يعني قمنا بتسهيل للطلبة، تسهيل للمصطفين عملية التنقل من وإلى الشواطئ طبعا، وبأسعار جد مغرية. لو نتحدث عن هذا البرنامج، هل هو بحوزتك؟ يعني كيف تنطلقون، مدة البقاء في الشاطئ كيف تعودون، لمن يريد أن ربما يشارك في هذه في هذا النشاط كيف يتصل بكم؟ نتحدث عن هذه التفاصيل مهمة جدا طبعا كخدمة موجهة للمشاهد الكريم. طبعا احنا قمنا بدوريتين، وهي كانطلاقة قمنا بدوريتين على مستوى الجزائر العاصمة، ولاية الجزائر العاصمة، وعلى أن تعمم على باقي ولاية الساحلية إن شاء الله في القريب. يعني قمنا بها، كان فيه دورية من الساعة 8 من ساحة أول ماي، وفيه من ساحة شهداء من 8 صباحا يعاود يرجعهم في المساء على الساعة 5، وفيه دورية أيضا ثانية على الساعة 11، وفيه عودة على الساعة 8، وبالطبع حيكون معاهم مرشد مرافق تابعين المؤسسة طبعا. الأسعار، بالنسبة للأسعار وجدنا ديباك، يعني عروض خاصة بالعائلات، يعني عائلات اللي تكون نقول عائلة تكون من فردين بالغين وطفلين راح تكون 600 دينار، يعني راهي في متناول الجميع. أما بالنسبة للطلبة قدمنا لهم عرض ب 200 دينار اللي هو يناسب بالطبع الطالب الجزائري، وقدمنا أيضا للأفراد راح يكون السعر 250 دينار. جميل جدا. هل هناك وجهات محددة على مستوى العاصمة أو فيه يعني وجهات إلى ولايات مجاورة في هذا النشاط بالذات؟ نعم، فقط على مستوى العاصمة أم هو موجود على مستوى باقي الولايات؟ احنا قمنا في البداية قلت لك على مستوى ولاية الجزائر،
نعم. قدمنا شاطئين للجهة الشرقية اللي هما ديكابلاج وشاطئ القادوس اللي معروف طبعا على مستوى الجزائر، وقدمنا أيضا عرض على مستوى الجزائر شرق غرب عفوا اللي هو الوجهة تكون إلى شاطئ سيدي فرج وشاطئ زيرالدا. هذو هما الوجهتين الأربع وجهات اللي قدمناهم كبداية للموسم. هل يمكن أن نتحدث أيضا عن ربما الأكيد في ظل الجائحة في ظل ما نعيشه أنتم حافظتم على النشاط؟ لو نتكلم حتى أيضا يطمئن المشاهد، نتكلم عن الإجراءات أيضا الوقائية التي تتخذونها أنتم كديوان حتى نتجنب الإصابة بالفيروس. بالطبع يعني قدمنا هذه العروض، قدمنا دراسة أولية قبل أن نقدم هذه العروض للمصطافين، يعني حتى نسهل للمصطاف باش يجوز عطلة صيفية بكل أريحية. يعني قدمنا عملنا يعني الماكسيموم ديالنا باش نديروا الاحترام الجد صارم للبروتوكول الصحي في ظل هذه الأزمة. يعني بمعنى أنكم لا يمكن أن نغفل جميعا على كل حال على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات. لو نشير أيضا إلى السياحة الداخلية وتشجيعها، أكيد أن الديوان الوطني يسعى إلى ذلك، ما هي ربما الاستراتيجيات التي تضعونها أنتم على مستوى الديوان حتى تشجعون على السياحة الداخلية على مدار العام على كل حال وليس فترة الصيف فقط؟ يعني كما يعلم المتابع أن مؤسسة الديوان الوطني الجزائري لونات تقدم أفضل العروض، وعلى مدار السنة يعني من احنا ما نركزوش على الموسم الاصطياف فقط. احنا عندنا سياحه، نقدموا السياحه الصحراويه، السياحه الحمويه، السياحه طبعا السياحه الجبليه للقطرواج كبير في الاونه الاخيره، صحيح، وبالطبع السياحه الصيفيه. نعم، والصحراويه. لو نستغل وجودك الان، ما هي اكبر ربما المعوقات التي تقف دائما عندما تحدث عن السياحة في الجزائر؟ ربما هي الأشياء التي لازالت إلى حد الآن تعيق نوعا ما تطور هذا القطاع المهم جدا. الجزائر تزخر بهذا التنوع الطبيعي والبيئي والمناخي، فصول أربعة موجودة في الجزائر، الصحراء، البحر، الغابات، كل شيء متوفر، ولكن ما هي الأشياء التي ترونها بأنها لازالت تعيق تطور هذا القطاع حتى يكون قطاع رائد جدا ومن أهم الموارد الاقتصادية للبلد؟ في رأيي الشخصي يعني وفي نظري للسياحة الداخلية، أرى بأن المواطن الجزائري مازال ما عرفش بلاده. يعني خدمنا في موسم الصحراوي، دينا ناس شافت البلاد، شافت ما كانش على بالها، يعني كانت تخرج خارج البلاد في العطل السنوية أو العطل الصيفية، كانت تخرج خارج البلاد. يعني كيقدمنا لها العروض هذه تاع الصحراويه او يعني الموسم الاصطياف وغيرها، شافوا الناس بدات تكتشف البلاد. نعم، بدات تعرف. احنا العائق، يعني العائق الكبير اللي هو الهياكل. نعم، عدم توفر العديد من الهياكل هو اللي يعني نقدر نقولوا هو عائق يعني. نعم، نتمنى ان شاء الله ان نصل الى مستوى ما تستحقه الجزائر في الجانب السياحي. أدعوك وأدعو مشاهدي الكريم لمتابعة هذا الفاصل دائما فيما يتعلق بالسياحة، بعد ذلك نعود.
سلام، معكم أخوكم جلال. أنا بحمد الله خذيت الجرعة الأولى من الفاكسان، ونصيحتي لكم بسيطة، راكم تشوفوا في العدد راه تاع لي كونتاميناسيون راه كل يوم يزيد، معناها رانا في حالة خطر، وكاين كثير منا ماهمش واعين. ربي يجيب الخير إن شاء الله. أنا ننصحكم باش ديروا الفاكسان، الحاجة الوحيدة اللي تسلكنا من لا ريسبيراسيون ارتيفيسيال ومن لا ريانيماسيون الإنعاش هو الفاكسان. دونك اللي عندهم خاصة الأمراض مزمنة ماذا بنا ديروا الفاكسان. لي انستيتيسيون كامل، المستشفيات، لي بوليكلينيك، وحتى بعض المساجد الكبار راهم يستقبلوا في الناس باش يديروا الفاكسان. اللهم ارفع عنا هذا البلاء ان شاء الله يا رب العالمين. ما تنساوش الفاكسان سي تري تري امبورطون. سلام. بالتلقيح ضد كوفيد 19 تحافظون على حياتكم وحياة اقاربكم. نعم نعم، وهو كذلك الاكيد انه التلقيح كسبيل من بين السبل المطروحة للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19. لذلك كما قلنا دائما نهيب بالمواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاحات، خاصة في ظل الوضعية الوبائية الحالية وهذا الارتفاع الكبير والمحسوس جدا في ظل ما نشهده جميعا وما نسمعه من حالة الوفيات دون تهوين أو تهويل، ولكن المستشفيات حقيقة تئن تحت ضربات هذه الموجة الثالثة. لذلك نتمنى إن شاء الله أن يحفظ علينا هذا البلد الطيب المبارك، وأيضا أن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب الأوقات. إذا نعود إلى السيد مصطفى مخلوفي المكلف بالإعلام على مستوى مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة. وزارة السياحة أطلقت أيضا مبادرة جميلة جدا للحد من حوادث المرور في ظل موسم الاصطياف، وهذا الموسم الذي يشهد حركة واسعة. لو نتحدث عن هذه المبادرة. جاءت هذه المبادرة من طرف سيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعني للحد من حوادث المرور، يعني كما على بالنا كامل في موسم الاصطياف راح تزيد الحركه، وكي تزيد الحركه حيكثروا حوادث المرور. يعني احنا استغلينا هذه المبادره وقمنا بهذه الحافلات لنقل المصطافين، يعني باش نقصوا يعني من الحركه بالسيارات واللي هي تسبب في حوادث المرور بكثره، يعني في موسم الاصطياف. هذه اللي استغلينا احنا. نتمنى ان شاء الله ان تجد هذه المبادره ايضا يعني اذانا صاغيه على ارض الواقع. اكيد منذ أيام فقط التلفزيون الجزائري أقام يوما مفتوحا للحديث عن حوادث المرور والتوعية والتحسيس في هذا الباب وفي هذا السياق. يعني ما تعيشه الجزائر في ظل وباء كورونا بالإضافة إلى حوادث المرور، لابد لنا من وعي كبير حتى نتفادى مثل هذه الحوادث المفيدة التي أقول المؤلمة، التي من خلالها نفقد الأعزاء والأقارب. ككلمة أخيرة لكل مواطن ربما يريد أن يتوجه للسياحة ولقضاء عطلة، كيف يمكن التواصل مع الديوان؟ ما الذي تنصحون به كل مواطن هو الآن مقبل على قضاء عطلته؟ يعني احنا نرحب بكل مواطنين عبر 35 وكالة المتواجدة عبر التراب الوطني. عندنا فيه كفاءات ما شاء الله اللي تقدم، يعني احنا نقدم أفضل العروض. يعني احنا الهدف تاعنا تسويق المنتوج السياحي الداخلي واللي نستقبلوا فيه المواطنين، يعني كما نقولوا على كارت، يعني على حسب الطلب تاع الزبون بالضبط. واش يطلب احنا نوفره له ان شاء الله، ونشجعوا يعني السياحه الداخليه بكثره، يعني بما تسخره به البلاد. صحيح. هل انتم فقط لكم يعني لكم مركزيه على مستوى العاصمه، ام لكم مكاتب اخرى على مستوى ولايات الوطن حتى يتقرب منها المواطن؟ احنا تتوفر المؤسسه تاعنا على 35 وكاله. نعم. راهي متربعه على التراب الوطني كامل. كيف يتم الحجز عن بعد ام ضروره التنقل الى المكاتب؟ بالنسبه للحجز، بالنسبه للحجز عندنا موقع الانترنت طبعا، او على موقع الفيسبوك او موقع الانستغرام اللي على بالنا كامل مواقع التواصل الاجتماعي.
نرحب بكم مشاهدي الكريم في هذا الصباح. وصلنا معكم إلى حد الآن إلى ركن الثقافة الذي من خلاله نتحدث على أن الجزائر تسجل للمرة الثانية على التوالي حضورها في مسابقة الأفلام القصيرة الوثائقية، والتي كانت المرتبة الأولى في الطبعة الأولى من نصيب الجزائر. هذا في الطبعة الثانية وهذا الموسم فيلم مصوري يترشح للمسابقة بعد أن تم اختياره من بين 200 فيلم تقدم للمشاركة في المسابقة، ليتم اختيار فيلم مصوري من بين 10 أفلام هو في المرحلة الأخيرة. مصوري فيلم جميل وقصة أجمل، سنقصها عليكم بمعية مخرجي هذا الفيلم، المخرج الشاب أحمد تونسي، نلقاه بعد هذا الفصل القصير. أحمد صباح الخير، شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. العفو. بداية كما قلنا، الجزائر تشارك للمرة الثانية في هذه المسابقة، مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة. أنت بداية كيف جاءتك فكرة المشاركة في هذه المسابقة؟ أولا الفكرة تاع المشاركة جات نهار حطوا هما لانونس تاع المسابقة تاع الجزيرة في 7 جانفي. نعم. وهي الفكرة كانت جات في ديسمبر 2020. دونك هي الفكرة جات كفيلم كنت حاب نديرو وحدي قبل ما نديرو المسابقة. نعم. كي جات المسابقة عاودنا طورناه، عاودنا برك ثاني سقمنا الوقت تاعو، خاطش دومونديو با بليس دو 7 مينوت بور هاد لو كور ميتراج دوكيومونتير، معناتها ما لازمش ديباسي اونتر 2 و 7 مينوت. عاود سقمت لو بيتش تاعو لو سيناريو تاعو باش نخدموه للجزيره الوثائقيه. نعم. اذا بمشاهده الاعلان قررت المشاركه في هذه المسابقه. احمد تونسي، انت شاب تخرجت مؤخرا فقط ماستر 2 في الاعلام، كيف وبلغه المخرج كيف تقدم نفسك للجمهور حتى يتعرف عليك اكثر؟ احمد تونسي، مخرج هاوي نقدر نقول، مازال ما رانيش محترف. نعم. جزائري 23 سنه، طالب جامعي، طالب جامعي تخصص سمعي بصري. نعم. ماستر 2. نعم، نتمنى لك التوفيق في هذا المشوار. بدايه حدثنا عن هذا الفيلم الذي هو الان في المرحلة النهائية من بين 10 أفلام تم وصولها إلى المرحلة النهائية، متى يتم الإعلان عن يعني النتائج النهائية؟ تم الإعلان على تم نشر الأفلام في 7 جويلية، وتصويتي خلاص 26 جويلية، التصويت تاع الجمهور هو 25% من النتيجة النهائية. يعني في العام الماضي كان 40% تصويت الجمهور و 60% تاع لجنة التحكيم. هذا العام زادوا حبطوا تصويت الجمهور ل 25% و 75% لجنه التحكيم باش شويه يوافقوا بين درجه الافلام. دوكا راني في قعدوا 3 ايام الاخرين تاع التصويت، راني في المرتبه الرابعه. جميل. ب 6800 جام، خاطش هي بالاعجاب في قناه اليوتيوب على رابط الفيلم، تدخل دير الاعجاب هذاك هو التصويت. دوكا راني في 40000 مشاهده و 6800 اعجاب. نعم. اذا لمن يريد ان يصوت لاحمد كيف ذلك؟ يدخل الى سهل جدا. نعم. يوتيوب مصوري اخراج احمد تونسي راك تلقاه، ولا في القناه تاع القناه راك تحب تلقاهم في 10 لي دي فيلم مصوري اخراج احمد تونسي، زر الاعجاب. جميل جدا، نتمنى كل من يتابعنا الان ان يذهب للبحث عن فيلم مصوري يظهر الان في الصوره حتى نصوت لهذا الشاب الجزائري. حقيقة قصة جميلة جدا سيقصها علينا الآن أحمد تونسي، نصوت له حتى تحافظ الجزائر على الجائزة كما قلنا. فالطبعة الأولى كانت من نصيب أيضا مخرج جزائري. الآن نأتي إلى القصة. أنا شاهدت الفيلم البارحة عندما أرسلت لي الرابط، قصة جميلة جدا، أكيد المشاهد الآن يتشوق لسماع هذه القصة. كيف نسجت هذه القصة الجميلة وهي تجربة شخصية بالنسبة إليك؟ بالطبع القصة تاع الفيلم جات، قلت لك كنت مساعد مخرج في فيلم. نعم. تاع المنتج الفيلم تاعي كان يخرج في الفيلم تاعو، كنت مساعد أول، كان يصور فيلم على بسكرة. دونك أنا هذا الفيلم درته فيه بسكرة، أنا زدت فيه بسكرة، ومن بعد جيت عشت هنايا في الجزائر العاصمة. وعدت في 2019، أنت باش يفهموا بلي عدت 2019 قريت ماستر في جامعة عبسكرة.
خدمت مع المخرج هذا خالد شنا كمساعد مخرج في الفيلم تاعو بسكره سحر الواحة. كان يصور في هذاك الاسبوع تاع كامل الحرفيين تاع بسكره. بما انه هذا المصور في الحي تاعي مما يعرفنيش، انا خرجت من بسكره صغير بزاف، تصورني وخرجت من بسكره ما وليتش ديبي 16 17 ans. رحنا صورنا عنده في ديسمبر، كنا لابسين لي ماسك تاع انتي كوفيد، معناتها فري ما عرفش يعرفني. نعم. كي دخلنا صورنا معه، هو يصور معه على انه من كاقدم واشهر مصور في ولايه بسكره، في الاستوديو تاعو من 1977. نعم. هو في الاستوديو تاعو يصور غير بالاسود والابيض، مازال حاكم هذاك الطابع تاعو. هو الاستوديو تاعو هذا عمي عبد الرزاق بن عيسى، كمتحف. جميل. متحف فوتوغرافي في ولايه بسكره. دونك كي رحنا صورنا توت لا جورني تما. انا شفت صورتي، انا صورتي على بالي بلي راهي تم من 1999. دونك انا تصورت تما لو 9 افريل 99، كان في عمري عام وشهرين وثلاث شهور. جميل. تصورت تما، تصورتي مازالها مقارديه في الفيترين تاعو. نعم. كي كملنا التصوير قلت للمخرج هو صاحبي، قلت له هذاك انا، قال لي قلت له هذيك التصويره تاعي. سقسينا، قلت له ما عبد الرزاق على بالك شكون هذاك؟ قال لا لا ما على باليش، خليناه في راحته سي بون. خرجنا تما باش بدات الفكره تاعو. دونك خرجنا من تم، كنا في ديسمبر 2020. كنتوا تصورون فيلم اخر؟ كنا في تصوير فيلم اخر. اخر نعم. ومن بعدك صاحبي خالد شنا قال لي انت حاب تاخذ تجربه في الاخراج، ارواح هاك لا كاميرا ودير الفيلم تاعك. رائع جميل سي بون. هادي دونك اون بعدك تما في 7 جونفي قلت جات لي دي تاع باش نسقموه باش في المعايير تاع المسابقه. خدمناه التورناج تاعو لو 28 ولو 1 مارس، دو جور دو تورناج. وكي رحنا نصوروا معه ثاني قلت معناتها او صور معه. المرحله المهمه في الفيلم هي تصوير القصه، هي التصوير. كي رحت كتبت السيناريو واشتغلت على الفكره، لانه كل افكار جميله. انا شل مشاهد الفيلم، هي السيناريو ما كتبتوش انا، خليته يروح في طابع تسجيلي، خليته عفوي. جميل. ما انت كتبت انا غير النهايه باللي راح نقولوش شكون انا. وانا كي رحت له كطالب جامعي حاب يدير عليها روبورتاج، ما قلتلوش شكون ولا. صاحبي خدم عليها فيلم عليه هو، معناتها عليه وعلى المسار تاعو على كيفاش خدم. ما راحش انا نعاود نولي شهر من بعد نعاود نحكي حكايه وحده. قلت له هنايا راح ندير لك فيلم جديد، قلت له حنسميه صور ولا كنت انا باش نبدل له الاتجاه. هو عنده بزاف صور في الواجهه هذيك، قلت له نحكيو شويه على حياتك، قلت له من بعد نحط لا كاميرا وتحكي لي على كامل الصور اللي راهم الشخصيات اللي مصورهم. تما جوزنا 41 دقيقة وحنا حاطين لا كاميرا وسماهم لنا كامل، كاين اللي احفاده، كاين اللي من العائلة تاعه، كاين اللي ما يعرفهمش. وانا تصويرتي خليتها في النهاية مع الصورة تاع واحد الفتاة تما. كي كملنا في لافان تاع الفيلم كامل قلت له شكون هذاك؟ قال لي ما عندي حتى فكرة عليه، قال لي يكون كبر ولا نزيد نخليكم ثاني تكتشفوها في الفيلم. تما كانت المفاجأة اللي عرف باللي مصور معناتها اللي صوره ويصور فيه. جميل جدا. من ناحيه انتاج هذا الفيلم كم اخذ منكم المده؟ يعني من ناحيه الانتاج عاده يستهلك بعض الوقت. التصوير يومين تاع التصوير والتركيب والميكساج تاع الصوت ومن تقدر تقول شهر. دونك تورنينا لو 28 فيفري، وكان مع الاول الاجال باش تبعث الفيلم 31 مارس، حنا كملناه 30 مارس كنا نخدموا. دونك في شهر ونهار باش نبعثوه قال لك انا زدنا لكم شهرين تاع اجل، وحنا كنا كملناه لو 31 مارس فيك بعثناه هذاك النهار. على حد يعني ما كنت تقول كانت لك تجربه يعني ولو قصيره في الاخراج قبل ان تنتج هذا الفيلم، كانت لك تجربه احتكاك مع مخرجين، اهتمام بهذا المجال قبل ان تصبح يعني مخرج مستقل، وان كان كما قلت انت ما زلت في مرحله الهوات. بدأت التجربة تاعي في 2016، تجربة صغيرة لكن في بلاطو كبير. في أول فيلم تاع كريم موساوي في انتظار سنونوات لو يخرج في القاعات حاليا. نعم. كثالث مساعد مخرج. شفت يتورني في الفيلم، دومونديت لو اسكو نقدر نجي كثالث ولا رابع مساعد. دخلت في هذاك الفيلم، موراها خرجت وثائقي بصح ما خرجش في 2018، كان تاع بروجي تاع لافان تاع لا ليسونس تاعي ما خرجتوش. ثاني بورتري على مربي نحل، قصه نجاح شاب هنا في الجزائر العاصمه من القبه يربي النحل كيفاش نجح في حياته. 2019 رحت لبسكره خدمت كمساعد مخرج مع منتج الفيلم تاعي. في 2021 خرجت اول فيلم تاعي، اول فيلم وثائقي. نعم مصوري رائع جدا.
أنت الأكيد أنك طلعت على 10 أفلام المعروضة عبر اليوتيوب، هل تتوقع يعني كيف تقيم تقييم ذاتي وإن كان يصعب ذلك بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة، كيف تتوقع النتيجة النهائية؟ هي أنا مش تمش في 10، ما نكذبش، شت 6. نعم، في 6 هذوك بالك القصة البسيطة أو القصة البسيطة هي تاعي، دونك كاين قصص جميلة في 10 هذوك، كاين فيلمين اللي قادرين ينافسون كيما دوكا راني في مرتبة الرابعة، مي من نهار بدات لا كومبيتيسيون أنا في مرتبة ثالثة، كاين فيلم سوداني معايا ثاني، كاين فيلم من العراق. نعم، هادو اللي رامي نفسه فيهم، الافلام الاخرى ما تقدر تقول غائبه. نتمنى ان شاء الله ان في هذه الايام الاخيره، كان باقي التصويت 3 ايام، نزل 3 ايام تصويت باش تخرج النتيجه النهائيه. كما قلت نذكر دائما المشاهد الكريم انه يمكن تصويت لاحمد تونسي من خلال زياره موقع اليوتيوب وكتابه فيلم مصوري لمخرجه احمد تونسي، و يصوت فقط بالضغط عن يعني ايقونه الاعجاب حتى ندعم هذا الشاب. بعد أن ربما تواصلت مع المصور وأخبرته من تكون، كيف كانت ردة فعله؟ ردة الفعل خلوا الناس يكتشفوها، واش ما نحرقوش ثاني نهاية الفيلم، نخلوها في لافان تاع الفيلم، هي دقيقة كاملة خليتها بان بلون فيكس، دونك ما بدلتش مام لو مونتاج، ما قلبتش لي سيكونس، خليتها بلون واحد صورتها كديريكت، ثم اللي تشوفوا ردة الفعل المصور. هل كان خيار منك انك ما تضعش تعليق للفيلم؟ كيفاش يعني يكون بواف. نعم لافوا يعني صوت مصاحب. لا انا خليته هو، معناتها انا الفيلم كامل خليته يحكي لي، هو يروي القصه، يروي قصه تاع حياته كامل، تاع كيفاش بدا التصوير، حبه للتصوير، ما بلي ما يقدرش يستغنى عن التصوير، واش يعني له التصوير، خاطر عندك 6 دقائق كامل ويحكي، وكاين كالكو مينوت وين خليته مع الزبائن ديالو كيفاش ثاني يتعامل معهم، ورايح فيلم رايح تسجيلي اكثر منه فيلم، ما انت ما كتبتوش، كتبته في التركيب. نعم، كانت النهايه برك اللي رحنا كاتبينها ولا اشتغلنا عليها، مع النهايه اشتغلنا عليها وجدنا مليح النهايه، من 6 دقائق تاع الفيلم هذه كامل تكتبت في التركيب. نعم، اكيد انه تشتغل الان ربما على مشاريع اخرى، ماذا يحتاج احمد تونسي حتى يكون مخرج ناجح؟ هل تبحث الان عن تربصات عن تكوينات؟ حاليا تربصات ولا لي ماستر كلاس، ماذا بينا دوك ندخلوا للدومين في لو تيران، قادر دوك ماذا بينا ثاني نكسبيريمونتي واش تعلمنا حنايا في لي دوكيومونتير ولا في لي فيكسيون، معناتها بور لانستون مازلنا في لي كور ميتراج ولي لون ميتراج بلوتار ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق، والأكيد أنك شاب في مقتبل العمر سيكون لك أكيد نجاحات. نقرأ هذا الهام: كوفيد-19 جلب شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر ب2,400,000 جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية. دائما هذا في إطار محاربة، دائما قلنا تم جلب شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر ب2,400,000 جرعة تم اقتناؤها من جمهورية أو 400,000 تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية، كما قلنا دائما في إطار وجهود مكافحة وباء كوفيد-19. والأكيد إن شاء الله نتمنى أن يرفع الله عنا هذا الوباء بمزيد منا لابد أن نبذل المزيد من الجهد بضرورة أخذ كل إجراءات الوقاية. دعوني فقط أنا أشكر أحمد تونسي، وأنت المرشح لنيل جائزة في مسابقة الأفلام القصيرة الوثائقية، نتمنى لك كل التوفيق أحمد، ونتمنى إن شاء الله أن يصوت لك كل من تابع هذا الحوار الشيق والشيخ، فشكرا جزيلا لك. نذهب إلى عطلة مفتش الطاهر في هذا البورتري لكاهنة مديوني. طاهر، رانا
بكتور الظاهر مستقل في الزفيرات نتاع الكتيلات والزفيرات نتاع الشركات والزفيرات نتاع لي مينور والزفيرات نتاع الفور والزفيرات نتاع التاكسيات والزفيرات نتاع لا دروغ. المفتش الطاهر والابرنتي ديالو أسطورة الكوميديا الجزائرية، صنعوا البهجة وقلبوا موازين الفن وخلقوا حالة فنية صعب تتعاود. الثنائي اللي جمعاته صدفة عملوا أفلام محالة موت وما زالت حية في ذاكرة الجمهور. الكرة 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 عدد ملكوكو على ديد واش يخضر فينا الكرة 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 الكرة. لكن كما يقولوا لكل أسطورة بداية. مليحة الدوارة يا مرحبا، وكيفاش شريتها في هذا السوق ولا شريتها من سوق آخر؟ لا طوالي الناس اللي يقولون يطيب. عرفتوا هذا اللي رافد الميكروفون ويحاور في الشيخ؟ هذا الحاج عبد الرحمن المشهور بالمفتش الطاهر اللي ما عندوش الله غلب. من مواليد 12 أكتوبر 1940، بتيلي مليب بالجزائر الوسطى، تربى وكبر في بيلفور بالحراش، تخلي الكشافة الإسلامية وانضم لفريق التمثيل، وكي كبر خلي يخدم في استوديوهات التسجيل أفريكا بباب الواد. وبعد الاستقلال التحق بقسم السينما بالإذاعة والتلفزيون كمصور، وكان متأثر بزميل له اسمه الطاهر حناش اللي كان ينحدر من ولاية جيجل. الحاج عبد الرحمن كان عاشق للفن، الشيء اللي خلاه يخدم ويدرس التمثيل في معهد الموسيقى والفن الدرامي بالعاصمة على يد علال الموحد، ثم اكتشف موهبته في كتابة اللقطات والسيناريوهات. وأول تجربة فنية له أعطاها له المخرج سليم رياض في فيلم الطارق. إخواني، موضوع هذا الاجتماع هذا اليوم. ومن يومها بدأ يفكر في شخصية بوليسية تنحدر من ولاية جيجل تتعرض لمواقف كوميدية. في الوقت اللي كان فيه الحاج عبد الرحمن يكون ويسقل في موهبته، كان لابرانتي يمثل في المسرح. إيه قصته قصة. شوفوا وين؟ اسمه يحيى بن مبروك، مولود في العاصمة في 30 مارس 1928، هو ثاني انخرط في الكشافة الإسلامية. اكتشفوا المسرح الكبير مصطفى كاتب واعطاله أول دور في 1940، تقاسم الركح مع أسماء كبيرة. ولما تكونت الفرقة المسرحية لجبهة التحرير الوطني كان من الأولين اللي انضموا لها، لكن يحيى حبس التمثيل لمدة عامين بعد ما تقاس في حادث التفجير البيت اللي كان متخبي فيه علي لابوينت وحاسيبة بن بوعلي والشاب عمار ياسف عام 1957. وفي بداية الستينات رجع للمسرح والتمثيليات التلفزيونية. في 1968 قام المخرج مصطفى تزراوي بإعداد برنامج منوع عادي، وشارك الحاج عبد الرحمن في وصلة تمثيلية. كيف كيف احكي لي واش الله. وفي نفس البرنامج شارك يحيى بن مبروك وقدم سكاج اسمه بوغفلون مع عبد القادر وقاسم. شنو قيل اليوم؟ طلعت بكري للقاميرا. قالت يا شيخ اخيك عمرو ما يطلع في النهار القاميرا، دائما ديبار يكون في الليل. المصور نور الدين عادل والمخرج موسى حداد هما اللي لاحظوا الثنائي وجمعوا بيناتهم. زين نقول لك زركان. ومن يومها خرجت ظاهره فنيه فريده من نوعها. الثنائي كان منسجم ويفهم بعض البعض بالعين والإشارة، سحروا الجمهور الجزائري بأعمال خالدة. ما تتكلش عليا وتانا نقول لك وتانا ما نسلم لك. قوي جراسي ديالي ديالك. ألو سريتي الضحك يرحم مالتك. الو تروح تجيب لنا حد المارطون بعدين احنا نكسروه. ما كان اول فيلم عملوه كان سنه 1968 يحمل عنوان المفتش يقوم بالتحقيق. وقدموا اعمال سينمائيه لا تنسى مثل المفتش الطاهر ضد الطاهر. ما تصيريش حتى ندسكيتيو. المطاردة الجهنمية، فيلم ياديس اللي أخرجوا لامين مرباح
وفيلم عطلة المفتش الطاهر اللي تصور سنة 1975 واللي يعتبر من كلاسيكيات السينما الجزائرية. إذن نرحب بكم مشاهدي الكرام، نذكر دائما بهذا الهام جلب شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 تقدر بمليونين و400 ألف جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية. الشحنة تم جلبها أقول عبر طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، وهذه العملية ستليها عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من اللقاح والتجهيزات الطبية دعما للمنظومة الصحية الوطنية. العملية تؤكد الاستعداد الدائم للجيش الوطني الشعبي لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري. مشاهدي الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. تقبلوا تحياتي وتحية الفريق الفني الذي خدمكم في عدد اليوم وتحيات هيئة الإشراف. أترككم على خير وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشرة نشرة للأخبار، أهلا بكم. بداية، وفي إطار الجهود الوطنية المتواصلة والرامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حطت مساء أمس الجمعة بالقاعدة الجوية بوفاريك طائرة تقل نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية على متنها شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 وتقدر بمليونين و400 ألف جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية. هذه العملية الجديدة التي ستليها عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من اللقاح ومن التجهيزات الطبية سيتم استلامها خلال الأيام والأسابيع القادمة تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية. تؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم للجيش الوطني الشعبي لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف وأداء مهامه الإنسانية على أكمل وجه. نستقبل اليوم شحنة من اللقاح الصيني سينوفاك، تقدر هذه الشحنة بمليونين و400 ألف جرعة قادمة من جمهورية الصين الشعبية إلى القاعدة الجوية ببوفاريك على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية. بالمناسبة الشكر الجزيل والتحية والتقدير لأفراد الجيش الوطني الشعبي على مرافقتهم الدائمة وتعاونهم الفعال لاقتناء جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد 19. وفي إطار تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة وفاة، فيما تمثل 812 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، وهذا حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة والتي تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. دوليا، وفي الشأن الفلسطيني، استشهد فتى فلسطيني مساء أمس برصاص قوات الاحتلال متأثرا بجروح أصيب بها في مشادات مع جيش الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. يشار أن ما لا يقل عن 300 فلسطيني أصيبوا بجروح في مواجهات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وهذا رفضا لإنشاء بؤر استيطانية جديدة ومصادرة الأراضي الفلسطينية. في ملف البيئة والمناخ، أخفق وزراء البيئة والطاقة لدول المجموعة العشرين مساء أمس بنابولي الإيطالية
في التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص المناخ بعد تحفظ كل من الصين وروسيا والهند على تحديد الاحتباس الحراري في حدود مستويات لا تتجاوز درجة ونصف قبل آفاق العام 2030، زيادة على خلافات حول وقف تمويل الوقود الباطني وغلق مراكز الفحم قبل العام 2025. في الهند هلك 76 شخصا في هطول أمطار طوفانية أدت إلى انجرافات أتربة وفيضانات بولاية مهارشترا غربي البلاد، هذا وأحصت السلطات فقدان 25 شخصا وإصابة 70 آخرين، فيما تم إجلاء الآلاف من قراهم وبلداتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة عمليات البحث والإنقاذ. حذرت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث أسبوعي لها من احتمال تجاوز الإصابات بكورونا عتبة 200 مليون حالة خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت الحالات بالمعدل ذاته، إذ ارتفعت حالات الإصابة الأسبوعية بحوالي 490 ألف حالة رغم الجهود المبذولة لتوسيع التطعيم في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية. هذا وسجلت كل من أندونيسيا والمملكة المتحدة والبرازيل والهند والولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال موجة الحرائق مستمرة في كل من كاليفورنيا ونيفادا جراء الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة غير المسبوقة، في وقت تم فيه إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم إلى مناطق آمنة لتفادي أي خسائر بشرية، فيما يتوقع خبراء المناخ ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة خلال الصائف بسبب التحول المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري. النحت على الكرنف حرفة محلية بمدينة متليلي ولاية غردية، أبدع فيها الفنان التشكيلي والحرفي شنينة محمد والذي تجاوزت أعماله حدود الوطن، بنونا محمد أيوب. النحت على خشب وجذوع النخيل أو كما يسمى محليا بالجنوب الجزائري النحت على الكرناف هو حرفة من بين الحرف التي تصارع من أجل البقاء بمدينة متليلي. شنينة محمد هو واحد من بين الفنانين المبدعين في تشكيل مجسمات من الكرناف. والكرناف موجود باطل بعد ما موجود مرمي قاع في ال تروح رام هذا اللي ينحوه من النخيل ومنه ويرموه نعود ريكيبيري هنا ونعود ندخله في الفن. موهبة في الخط والرسم والفن التشكيلي جعلت من هذا الحرفي يبدع في إنجاز مجسمات مختلفة وصل صيتها إلى خارج أرض الوطن. في الثمانينات والاخر لحقت للجاب لحقت لاشين لحقت الامريكا لحقت لقال اوروبا دومنا نشارك في المعارض، يعني معارض وطنية. بعد المعرض الوطني في الجزائر العاصمة اكتشفوه الخليجيين، تم كان انذاك اكتشفوه الخليجيين، ومن سنة 96 يعني انتقل الى دبي، ومن 2019 يعني دخل للجزائر يعني للوطن. ومن اجل تطوير هذه الحرفة وانقاذها من الزوال يطمح هذا الفنان التشكيلي إلى توسيع ورشته لاستقطاب شباب ومرافقتهم. رياضة الآن كرويا، استعاد شباب الوزداد كرسي الصدارة بفضل فوزه على نجم مقرى بهدف لصفر، مستغلا سقوط وفاق سطيف في عين مليلة بهدفين لهدف واحد، في حين ترسم البطولة سقوط شبيبة سكيكدا إلى الرابطة الثانية إثر خسارتها ضد مولودية الجزائر بثلاثية كاملة لصفر، بمناسبة إجراء أمس مباريات الجولة 33 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. وجاءت نتائج باقي مباريات هذه الجولة على الشكل التالي: أهلي برج بوعريريج 0، وداد تلمسان هدف، شبيبة الثورة هدفان، أولمبي أشلف هدفان، سريع غليزان هدف، شبيبة القبائل لا شيء.
أولمبي المدية ينهزم في عقر داره أمام نادي باردو بهدف واحد. من جهته اتحاد الجزائر يفوز على اتحاد بسكرة بهدفين لهدف واحد، فيما اتحاد بلعباس يتغلب بهدف دون رد ضد نصر حسين داي. هذا وانتهت مقابلة مولودية وهران أمام شباب قسنطينة بتعادل سلبي 0-0. رياضة دائما، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيعرف اليوم الأول من منافسة الألعاب الأولمبية من الجانب الجزائري دخول الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة لغمار الحلبة أمام ترانسوموف سنجار من أوزباكستان لحساب الدور 16، في حين سيبدأ سيد علي بودينا وكمال أيت داود في التجديف. أما الرياضي حمزة منصوري وعز الدين العقاب في الدراجات سباق على الطريق، هذا وسيكون أكرم بونابي في المبارزة أمام الياباني كايتو سترايس، فضلا عن لاعب تنس الطاولة العربي بورباح أمام المجري بانس ماجوروس في الدور الأول فردي، وهدى شعبي في الرماية تصفيات اختصاص البندقية هواء مضغوط 10 أمتار. وكانت الألعاب الأولمبية قد انطلقت أمس في حفل افتتاحي محدود غابت عنه الجماهير، وجرى الحفل في ظل قيود مشددة للحد من انتشار جائحة كورونا. وتشهد الدورة الأولمبية تنافس أكثر من 11,000 رياضي وفي ثلاث ونفترق على هذه الصور الرائعة لحفل الافتتاح. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء في أمان الله. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021. خطوتكم المقبلة الجامعة. للتسجيل ندعوكم للتوجه نحو الموقعين www.mesrs.dz حيث تتم